قال في المتن ولم يحل فيه لأحد. إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل، لم يحل فيه القتال لأحد قبلي، وأحل لي ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله عز وجل. وأحل لي ساعة من نهار، يعني ذلك اليوم الذي فتح الله عليه مكة، فهو حرام بحرمة الله، يعني بعد ذلك، يعني فهو حرام بحرمة الله قبل ذلك وبعد ذلك. وجاء في بعض الروايات التنصيص على أن الحرمة عادت، يعني عادت اليوم كما كانت بالأمس، يعني أنه حلت له ساعة من النهار وكان قبل ذلك حراما ثم عاد بعد ذلك حراما ويستمر حراما إلى قيام الساعة. أيوة. قال أخبرنا محمد بن رافع. أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم، وهو يتفق مع الإمام مسلم في أنه من أهل بلده وفي أنه من قبيلته، فمسلم قشيري وشيخه محمد بن رافع قشيري، ومسلم نيسابوري وشيخه محمد بن رافع نيسابوري. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مفضل. عن مفضل بن مهلهل، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس. عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا، فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ثم أورد النسائي حديث أبي شريح الخزاعي خويلد بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه لما أراد عمرو بن سعيد الأشدق تجهيز الجيوش وإرسالها لابن الزبير، وكان أميرا على المدينة ليزيد بن معاوية، فكان يبعث أو يجهز الجيوش لإرسالها إلى ابن الزبير في مكة، فجاءه أبو شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يبين له ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة مكة وتحريم القتال فيها، وخاطبه برفق ولين وبأدب، فقال: ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فقال: أولا ائذن لي أيها الأمير، طلب منه الإذن، وهذا من الأدب. ما جاء وقال قال رسول الله كذا وكذا، وإنما أتى بكلام لطيف لين بين يدي الحديث الذي سيلقيه عليه، وأكده بعدة تأكيدات، فقال: إذن لي أيها الأمير، ثم خاطبه بوصف الإمارة، خاطبه بوصف الإمارة، يعني طلب، استأذن منه وطلب منه الإذن في الكلام، وخاطبه بلفظ الإمارة، وهذا أدب ورفق ولين. أن أحدثك بحديث سمعته من رسول الله الغد من يوم الفتح، أوله
أحدثك قولا قام به رسول الله الغد من يوم الفتح, يعني ثاني يوم. ثم أكد هذا الذي سيحدثه به, قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به, يعني معناه أن هذا الكلام الذي أقوله أنا متأكد منه وضابط له ومتحقق منه, فأنا أحدثك بحديث أعرف اليوم الذي قيل فيه وقد سمعته أذناي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي, حفظته وأتقنته وكنت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به وأبصرته عيناي حين تكلم به, تأكيدات, وكل هذا بين يدي الكلام الذي سيلقيه, لكنه أراد أن يبين وأن يوضح أن ما يقول أن الذي يقول هو ضابط له وأنه متقن له. ثم بدأ بالكلام فقال إن الرسول حمد الله وأثنى عليه, حمد الله وأثنى عليه, يعني بين يدي كلام الذي قاله في الغد من يوم الفتح أنه حمد الله وأثنى عليه, وهذا يدل على أنه في أول الكلام أو أنه يفتتح الكلام بحمد الله والثناء عليه, بحمد الله والثناء عليه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث الناس وعندما خطب الناس وعندما حدث الناس بهذا الحديث حمد الله وأثنى عليه, فهذا يدلنا على أنه بين يدي الكلام يحمد الله عز وجل ويثنى عليه سبحانه وتعالى. ثم قال حمد الله وأثنى عليه, ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام في كلامه الذي ضبطه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس, إن مكة حرمها الله, التحريم فيها التحريم لها إنما هو من الله, هو الذي حرمها ولم يكن تحريمها مما اصطلح عليه الناس وتواطأ عليه الناس واصطلح عليه الناس, وأن هذا شيء حصل للناس على مختلف العصور يعظمون البيت ويعتبرونه حراما اصطلحوا على ذلك وتواطؤوا على ذلك, لا, إنما هذا من الله عز وجل, هو الذي حرم مكة ولم يحرمها الناس, فتحريمها إنما هو منه سبحانه وتعالى وليس من الأمور التي اصطلح عليها الناس وتواطأ عليها الناس, وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. أيوة. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيها شجرا. قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر, ذكر بين يدي ذلك الأمر المحرم وهو سفك الدم وعض الشجر الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن التنبيه أو وصف الشخص الذي قيل أنه لا يحل له بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر أن ذلك يدفعه إلى أن يمتثل وأن يبتعد عن ذلك الذي حرم عليه, لأن كونه يؤمن بالله عليه أن يمتثل ما جاء عن الله, وكونه يؤمن باليوم الآخر اليوم الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر, يجعل الإنسان يحذر أن يقع في أمر محرم يحاسب عليه يوم القيامة. فذكر مع الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر, الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان, ولأن كل إيمان بشيء سواه إنما هو تابع للإيمان به, الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل تابع, كل ذلك تابع للإيمان بالله, ولكنه جاء التنصيص على اليوم الآخر فقط مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء والحساب وهو الذي يحاسب الناس فيه على أعمالهم, فنص عليه مع الإيمان بالله للتنبيه إلى الابتعاد عن الشيء الذي هو محرم
حتى لا يؤاخذ الإنسان عليه يوم القيامة. وقد جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة يعني ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر بين يدي الشيء الذي يراد فعله أو يراد تركه. جاء في القرآن قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني فأنتم تفعلون هذا الفعل. في السنة المطهرة جاء حديث كثيرة: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة، ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا مع ذي محرم. فيأتي في نصوص في الكتاب والسنة الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن ذلك يدفع الإنسان إلى أن يفعل ما هو مأمور به وأن يبتعد عن الشيء الذي حرم عليه. لا يحل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد شجرا، لا يسفك الدم، لا يقتل أحدا، ولا يقاتل، ولا يسفك ولا يعضد الشجر، لا يقطعه. نعم. فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقال خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، قال عليه الرسول: سد الأبواب أمام الناس. قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. يعني هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. إن أحد استدل أو قال يعني متوصلا إلى مراده ومحتجا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني أن هذا خاص بالرسول، وأحلت الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وكانت حراما قبل ذلك ثم عادت حرمتها بعد ذلك، فلا يحل لأحد أن يحتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، بل يقال لمن وقع في نفسه شيء من ذلك أو فكر في ذلك أو حدث في نفسه في ذلك أن يقال له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وهذا من كمال بيانه وإيضاحه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني كانت حراما فأذن فيها له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت، عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني الحالة التي كانت عليها قبل أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عادت كما كانت بعد قتاله عليه الصلاة والسلام. وليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد الغائب. هذا الكلام الذي أقوله لكم معشر الحاضرين بلغوه الغائبين، الحاضرون الذين يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أن يبلغوا الغائبين، يبلغوا الشاهد الغائب. هذا كلام في غاية الوضوح والبيان، وهذا الذي قال عنه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبه وأبصرته عيناه حين تكلم به، يعني معناه أنه متقن له. وهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الإيضاح والبيان، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا من خصائصه، ولو أن أحدا ترخص وقال إنه لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقال له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. نعم. قال: أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي شريح. عن أبي شريح الخزاعي وهو خويلد بن عمرو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حرمة الحرم. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر قال أخبرني أبي عن الزهري قال أخبرني سحيم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. ثم ورد النسائي حرمة الحرم وهو أنه حرام لا يجوز غزوه وقصد القتال فيه أو القصد إلى القتال فيه, وأورد فيه حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يغزو جيش يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء, يعني معناها أن الله تعالى يعاقبهم بأن يخسف بهم لأنهم أرادوا هذا البيت للقتال فيه, فالله تعالى يخسف بهم الأرض. الله تعالى يخسف بهم الأرض, وهذا يدل على حرمة الحرم. الترجمة التي عقدها المصنف وهي حرمة الحرم أن هؤلاء الذين قصدوه وأرادوه الله تعالى يخسف بهم بالبيداء, والبيداء هي المكان الواسع من الأرض, المكان الواسع من الأرض, يعني فذلك المكان أو أولئك الذين أموا هذا البيت وقصدوه من أجل غزوه والقتال فيه الله تعالى يخسف بهم الأرض, يخسف بهم في البيداء, أو يخسف الله بهم الأرض في البيداء. نعم. قال أخبرنا عمران بن بكار. أخبرنا عمران بن بكار وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرجه النسائي وحده. عن بشر. عن بشر وهو ابن شعيب بن أبي حمزة. بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن أبيه. وبشر هذا هو الذي قال عنه البخاري رحمة الله عليه تركناه حيا سنة 12 و200. فابن حبان رحمه الله لما نقل عن البخاري هذا الكلام أخطأ, قال البخاري تركناه ولم يأتي ما وراءها, فاختلف المعنى, يعني معناه أن البخاري تركه, يعني ترك الرواية عنه, هذا هو مقتضى الترك, لكن البخاري قال تركناه حيا سنة 12 و200, فأخطأ ابن حبان وقال قال البخاري تركناه, وكلمة تركناه وحدها غير تركناه حيا سنة 12 و200. نعم. والبخاري قد أخرج له. نعم. عن أبيه. عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال نعم عندكم عمر وهو عمر. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن مسعر قال أخبرني طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منهم, يعني معناه أنه يحصل خسف لجيش من الجيوش التي تتجه إلى مكة, التي تتجه إلى مكة لغزوها ولغزو أهلها, فإنه يخسف بهم. وهو متفق مع الحديث الذي قبله
من جهة أنه يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء، فهذا يدل على أن جيشا من الجيوش التي تأم البيت أنه يخسف بها أو يخسف بذلك الجيش. نعم.